النهاردة أنا جات لي رسالة على صفحتنا على الفيسبوك. الرسالة جات لي من الأستاذة أماني، قالت لي فيها أن تم بتر إحدى ساقيها بسبب مرض السكر، وحصلت غرغرينة في القدم، وبعد كده أصبحت بلا حول ولا قوة، مش قادرة تتحرك وحاسة بالعجز. ورغم كده فهي في رسالتها بتقول أنا راضية جداً، شوف الرضا، أنا راضية جدا بما قسمه الله لي وصبر على هذا الابتلاء الكبير. الحقيقة احنا قرينا الرسالة وتأثرنا جدا لحال الست أماني المحترمة، فدعيناها انها تشرفنا وهي مشكورة، يعني لبت دعوتي وجبرت بخطري وجات النهاردة ومعها بنتها الأستاذة سلمى. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور عم. أنا يعني مهتم جدا لما قريت الرسالة فقلت أتشرف بسيادتك. سيادتك منين يا أستاذة أماني؟ أنا من شبرا الخيمة. بتشتغلي إيه سيادتك؟ مش بشتغل. إيه اللي حصل له خلاكي تفقدي رجلك؟ اللي حصل إن أنا مريضة سكر، رحت أكشف، يعني بدأت معايا بصباع رجلي الكبير، حصل فيه غرغرين، بعد كده الدكتور شاله وشال الصباع اللي جنبه. بعدها رحت ان هو يشوف الجرح فيه ايه، فقال ده الكعب كمان بيقع، كعب الرجل بيقع، فقال ده انا كده هبتر من تحت الركبه. سيادتك اكتشفتي مرض السكر ده عندك من قد ايه؟ عندي بحوالي 25 سنة. 25 سنة. من وانا عندي 18 سنة. ده وراثي في العيلة عند حضرتك؟ وراثي على والدي. في سيادتك عندك أي أمراض تانية غير السكر؟ عندي جلطة في المخ، وكان عندي فقدان في الذاكرة. طب بعد ما تم بطر الساق مين بيخدم حضرتك؟ بنتي. بنتك، أهلا بيك يا سلمى، ازيك؟ بتشتغلي ولا طالبة؟ انا طالبة. طالبة. بتساعديها ازاي في البيت؟ يعني بحركها، عايزة مثلا كده بشيلها اخرجها اقعدها في الصالة شوية واقعدها في الأوضة شوية واديها العلاج واشوف طلباتها. بتعرفي تاخدي طلباتك في البيت ولا صعب عليكي في ظل لا البيت؟ ما بتحركش، قاعدة على طول. مفيش حركة، مش عارفة، مفيش حاجة تساعدني على الحركة، مفيش حاجة. انت بعت لنا في البرنامج كنت طلبات حضرتك ايه؟ كنت عايزة ايه؟ انا كنت يعني عاوزه كرسي كهربائي اتحرك بيه، لان انا معايا بنتي تانية متجوزه ومعاها اطفال، فطبعا انا ما بروح لهاش. يعني جت لما ولدت اول بنت ليها جت لي البيت، لان ولدت عندي وقعدت عشان اختها تخدم. ان انا ما صعب اروح لها. وجت برضو ابنها ياسين برضو ما روحتش، برضو نفس الحكايه. ظروفك الماليه ايه حضرتك؟ الحمد لله على كل حال. سعره كام الكرسي الكهربائي ده؟ احنا سألنا عليه لقيناه فوق ال 45,000. 45,000 جنيه. الظروف طبعا ما تسمحش ان احنا نجيبه. والله يعني اكيد الحاله بتاعت ماما مأثره عليكم في البيت طبعا. واظن موضوع الكرسي الكهربائي ده يعني ممكن يساعدها انها تحل المشكله. طبعا ممكن. يعني الحمد لله. في صعوبات بتقابلك في البيت يعني أثر على نفسيتك؟ أنا نفسيتي تعبانة جدا. يعني أنا النفسية بتاعتي تعبانة. أنا معظم أوقاتي في المستشفيات، والدكاترة بيقولوا لي ده كل ده نفسية. عشان تتعالجي وتخفي من اللي أنت فيه ده كله لازم النفسية. وأنا النفسية عندي مش عايزة تتعدل خالص. أنا مش عايزة تعيطي، لأن أولا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي الإنسان بني آدم المرض والابتلاء
اولا هو بيختبره وبيختبره عشان خاطر يشوف مدى صبره وهيقنع ويرضى ولا هيعمل ايه. فاولا مش عايزه تعيطي. انا بقالي 4 سنين قاعده في البيت ما بتحركش ما بخرجش ما بشوفش الشارع ده يعني ايه الا اذا لو رحت المستشفى. النفسيه عندي بتتعب لازم الجلطه تيجي لازم حاجات كتيره مشاكل كتيره. انا كنت لسه في الرعايه ولسه خارجه بقالي 3 ايام او اسبوع. لكن ما عرفتوش تجيب كرسي كهربائي خالص عشان سعره غالي. اه والله هو احنا يعني احنا قلبنا معاكي. طب اسمحي لي لحظه واحده بعد اذنك. يا مدام اماني الكرسي الكهربائي ربنا يباركك يا دكتور عمرو. والله انا ما كنتش متوقع ان يبقى بالسيره دي. ده كرسي كهربائي. اولا شكرا لمؤسسه الجود دي منه هديه. احنا اول ما جات لنا الرساله بتاعتك على طول والطلب انا قلت مش هجيب غير لما يكون الكرسي موجود. ربنا يبارك في عمرك يا دكتور عمرو. فده هديه بسيطه من البرنامج واحد من الناس ومؤسسه جود. بشكر مؤسسه جود وبشكر حضرتك وبشكر كل اللي وصلوني بحضرتك. بس شوف الكرسي هو ده اللي انت عايزاه. ممكن تقعدي تجربي عليه بقى وتشوفيه. تعالي هنا طيب كده ممكن توريها بيشتغل ازاي. وانا هنا قاعد الاول عشان عارف ان الكرسي ده بيشغله. بص يا سلمى ده تحديد تعلي سرعه وتوطي سرعه. وهنا اليد اللي بتحركه لك قدام ايوه يمين وشمال وكذا. اليد اتحركي مكان ما انت عايزه. شكرا لحضرتك. عموما تقدري تقعدي عليه دلوقتي. ممكن اقعدها عليه عادي. ماشي. ها انا بقول لك الحمد لله على السلامه. دي هديه بسيطه ويعني انت جبرت بخاطرنا انك انت حضرتك اللي حيتني من اول وجديد. ده ربنا اللي بيحيي. احنا غلابه الحمد لله يا مدام اماني. احنا غلابه بس دعينا ربنا يسترها علينا. ربنا يستر ويشفي مرضانا ويشفينا ويرفع عننا. نورتيني وشرفتيني. انا اللي شرفتك. ومبروك عليكم الكرسي الكهربائي. واظن كده يعني اظن المشكله اتحلت ان شاء الله. في اي طلبات او اوامر ثانيه؟ لا الامر لله. طيب اتفضلي الكرسي. احنا تحت امركم واي حد عاوز اي حاجه. وشركاء الخير زي الجود معانا واشكرهم. وبشكر مدام اماني انها جت. وبشكر انها قبلت هديتنا المتواضعه الكرسي الكهربائي. ان شاء الله ربنا يطمن عليها وتقوم بالف سلامه. يا رب. اتفضلي ارتاحي بقى وخدي الكرسي وفقرتنا انتهت خلاص.